السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب حاجة مع الذكاء الاصطناعي، إن أنا هاجي هنا على الصورة وأقول له كوبي إيميج أدريس، وأروح هنا على الشات جي بي تي وأقول له خد الرابط دوت أوصف للصورة ونشوف هيعرف يوصف الصورة ولا لأ. قال لي غرفة نوم، تصميم حديث وعصري، طابع عضوي حسب مادة التصميم بألوان العادية والطبيعية، حيث استخدم الألوان البيضاء والبيج والخشب الطبيعي، ما تشعر بالدفء والراحة. كما نلاحظ في الصورة وجود قطع أثاث بسيطة وأنيقة مثل السرير. ما شاء الله، تمام، قدر إن هو يتعرف على الصورة بشكل جميل جدا. طيب خلينا نشوف مثلا صورة تانية. أنا هنا لقيت صورة مثلا من أكل، فقلت له أنا عايز الصورة ديت. ممكن آخد امتداد الصورة ديت أهي، وخليني اروح بقى لشات جي بي تي واقول له اوصف لي الصورة او اي كلمة انت عايزها، يعني اي كلمة وصف انت عايزها هو هيشتغل عليها، يعني مفيش اي مشكلة خالص. مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية المختلفة، وفي تنوع في فواكه وخضروات والحبوب والبروتينيات والألبان والزيت الصحية، وتم ترتيب بشكل طيب. ما الوجبات التي يمكن عملها من هذه الأطعمة؟ ممكن نعمل ايه بقى من الاكلات ديت؟ سلطة خضروات، تمام، والفلفل والجزر والبروكلي، تمام. عمل لي وجبات صحية من الاكلات اللي موجودة، فقدر يتعرف على الصورة وقدر يتعامل معاها، يعني مش مجرد بس قال لك كذا، قال لك لا ممكن الاكل ده ممكن نحدد فيه كذا وكذا وكذا. ما شاء الله، عرف ان هو يوصف وعرف ان هو يفيدني بالصورة ديت. طيب خلينا نشوف صورة تانية. خلينا ناخد الصورة ديت ونقول له صفها لنا. ما شاء الله، عمارة إسلامية تقليدية، النقوش الجميلة، الزخارف المعقدة، المليان قرنصات. الألوان زي في الزخارف النقوش، فما شاء الله عارف إن هو يجاوب يعني صور مختلفة، ودي يعني يا ريت إحنا نستخدمها في الشغل بتاعنا. لو أي حد لقى صورة كده عجيبة بتاع، ممكن يبعتها لشات جي بي تي ويقدر إن هو يحللها له، لأن هو فعلا ممكن مثلا تشوف مبنى غريب فأنت عايز تعرف الديزاين بتاعه إيه. خلينا نشوف مثال تاني. المبنى ده من بلن المميزة لنورمان فوستر. وتعال نسأله اوصف لي الصورة. مظبوط، ده جاب لي الارتفاع وكم دور و والحاجات دي كلها، وشكل اسطواني وتقاطعات زجاجية بزاوية حادة. أنا كبعير انبهرت الصراحة. طبعا هو بيعرف يوصف الصور وبرضه بياخد من المقالة نفسها وبيستفاد منها، لكن أفادني كتير جدا الصراحة إن هو يعني جاب لي كلام مظبوط وكلام معلومات قوية إن شاء الله.